كام سنة الأخرانيين بقينا نشوف تجارب مسرحية لشباب حلوة، إيه رأيك في المسرح دلوقتي؟ ايه مشاكل المسرح؟ لا أنت رأي حياتك في المسرح الفترة دي إيه؟ يعني بقينا نقدر نقول إيه، بقينا كام سنة؟ 4 سنين يمكن أو 3 سنين في الرينج ده، بقى فيه تجارب مسرحية كويسة، يعني بقينا نشوف مثلا مسرح شباب ناجحين. بصي، المسرح يعني أبو الفنون، لكن لازم نعترف أن زي ما قاعد مع حضرتك دلوقتي مثلا من 20 سنة، مش كانش هيبقى بلاتو كده، ما كانش هيبقى المكان كده، التطور حاجات بقى كبيرة قوي، حاجات ضخمة قوي عشان نوصل ان احنا نعمل احنا جملة. الكاميرات زمان كانت كده، عشان دلوقتي ناخد بقينا قد جملة. كده. تطور الحياة أصبح إيقاع الناس مختلف، عشان كده أنت حضرتك رايحة للديجيتال، أنت مش رايحة للفيديو، أنت رايحة لكل ما هو انترنت، يعني انت داخله هتتفرجي على المسلسل وكلنا بينا كده، لا ده انت هتشوفي المسلسل خصص خصيصا للمناطق دي. تطور. فالمسرح كشكل من الاشكال هو يعتبر قديم بالنسبه لناس كتيره جدا، لكن لازم نعترف بتجربه العظيمه اللي بيعملها خالد جلال. خالد جلال هو دفعتي، وانا افتخر ان انا كان زميلي في معهد علي في المسرحيه. خالد عامل شكل من اشكال المسرح الثريه اللي هي بتطلع كل ما عند الممثل. خالد بتطلع ناجح، الموهبه اللي عنده. خالد ناجح. تامر كرم ناجح. عندنا بعض تجارب مسرحيه، علام مخرج مصري بيقدم تجارب ما بين الصم والبكم والممثلين العاديين، مخرج مهم. عندنا كذا مخرج مهم عشان ما ننساش حد، طبعا سامح بسيوني مخرج مهم. في تجارب مهمه جدا، لكن عندنا مشكله في التسويق المسرحي، عشان كده خالد جلال ناجح فيها انه بيسوق صح. عندنا مشكله في التسويق رهيبه جدا، ان احنا لازم نجد شكل من اشكال العرض الشارع، المانع ان نستبعد الشوارع في الشارع، زي ما كان في مسرح القهوه، زي ما كان في مسرح الاوبرا. الاوبرا يجب ان تستغل اكتر، يعني الاوبرا ما نستغلهاش بس ان احنا نعمل حفله كبيره، ونعمل عروض مسرحيه مهمه جدا. وطبعا يعني من جميل وزير الثقافه المصريه ايناس عبد الدايم، وهي ابنه الاوبرا المصريه، الحياة ست نشيطه جدا وبتحب الفن جدا. انا اتمنى ان الحاله المسرحيه تبقى حاله ابديت. يعني انا دايما ما بسمع عن عرض، رغم انا خريج معهد العالي في المسرحيه، ما ينفعش ان انا اقدم سين او صاد او عين النهارده في سنه 2000 وان شاء الله 19 باللغه العربيه على راسي، بس تقدم الى جمهور معين. ما افتحلهاش شباك وتسويق واقول لك ايه هو الجمهور ما بيجيش ليه، لا ما هو الجمهور مش هيجي، يعني ما هو ما هنكدب على بعض، ما خلينا ما ليه بندفن راسنا في الرمل، ما نقدم تجارب مسرحيه قريبه من الناس. وبرضه ما بقولش ان انا اقدم زي ما الكباريه، يعني زي ما حصل في تقدم في السينما والمسلسلات فاحنا محتاجين شكل من اشكال التسويق للمسرح. يمكن تجربة أشرف عبد الباقي في التسويق ذكية جدا. يجب أن احنا ناخد التجربة دي نحطها على مسرحنا، لأن فيها أنا مش بكلم على المحتوى الفني، ممكن أكون أنا مع أو ضد المحتوى الفني، طبعا هو رجل قدم نجوم النهاردة مسرحه بقى فيه نجوم، في النهاية عنده تسويق ذكي بيعرف يسوق كويس قوي. التجارب دي، وبقول تجربه زي تجربه خالد جلال، احنا محتاجين ان المسرح المصري كله يشتغل بنفس السيستم.